شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. المطر الآن استقبلنا ما شاء الله. السلام عليكم. زملائي وأساتذتي المدربين، أخواني وزملائي المتدربين، أحييكم من تحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بعبارة دراسة مساعد قوى تنمية القيادات التشفية، والمقرر إقامتها بإذن الله في مدينة الطائف من 5 إلى 9 من شهر ذو القعدة. وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم والرائد التشفي الأستاذ أسد تكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله وبركاته. عليكم السلام. أولا أستر علي الحذر واحد منكم والزميل منكم، ويسعدني أن أكون معكم وأزداد سعادة عندما أرى الأقبال من أبدالكم على الدراسات والدورات الهدية والكباب الكشفية والقليلة. فهذا يجعلنا ويؤكد لنا أننا نعمل غرفة استراتيجية جمعية الشباب العربية السعودية، غرفة استراتيجية قوات الشباب السعودية. وأنني في هذه المناسبة أشيد وأشكر قوات الشباب العربية السعودية، وأخص مكتب الطائف ومعاد مكتب الطائف ومديرها وزملائها في مجلس الإدارة والأعضاء جميعا على حرصهم وإلحائهم على إقامة حياكم الله أصدقائي وزملائي في هذه الدراسة التي ليست مني وليست من قادة التدريب، وإنما هي منكم ومن. ليش أقول هذا الكلام؟ لا أقوله مجاملة ولا مداهنة ولا تزلل، هذه حقيقة. الدورات التدريبية الكشفية تكاملية ترابطية، متأكد تمام التأكد أن كل واحد منكم لديه خبرة معرفية وجدانية عاطفية، وتحترم هذه التجارب. في مقولة يقول أخبرني وسوف أنسى، أرني وسوف أتذكر، لكن شاركني سوف أطبق وأتعلم. هذه جزء من المهارات التي نريد أن نعملها هذا اليوم. والله هذه من المبتدأ، هذه قيمة التعارف في هذا الشهر. معكم محمد بن ناصر. المدرب أن يساعد المدرب في قيادة فرقة أو فرقة كشفية. عندك أزرار اللي موجودة. ما شاء الله مواضيع شيقة، ويجب على كلنا جميعا أن نتعرف ما هذا الحبل. الحبال دي عبارة عن بعض الوقفات بسيطة مع بعض. منظمة. والإنشاء حاجة لمن فقط. سؤالك كان قبل الاتصال أنه ما قبل أن تنشئ القيمة التدريبية ما الذي تحتاجه؟ شفت ذاك الأخير اللي كان ماسك القلم؟ التدريب عمارة أسأل
المعنى مخلص عالم بحاله ناصر حميم الدين الأخيرة. وفي تحدي بسيط عنه مو صعب عاد مره. الان مجموعه هنا معي زملائي بعد راسي. الان بحط في شيء في بالي. بخير المنزلي يا الله بخير المنزلي. هود هود يا بحر هود هود يا بحر وتخاف من الله يا بحر وتخاف من الله يا بحر خيرك من الله يا بحر لا اله الا الله لا اله الا الله الرحالة وهيامان هاتي حقائبها كالحبان في الغابة نمضو حيامنا وإلى العلا جعلوا الجبال وإلى العلا جعلوا الجبال في الصبح نصف بصوت الكنانة والنجم في الليل نعم الصديق مشعلنا